السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخوتي أحبتي في الله، نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير في أحسن صحة، وشكرا لكم كثيرا، تنشكركم على التشجير وعلى التعاليق الجميلة. ربي يحفظكم يا رب يسعدكم. اليوم بغيت نقدم لكم خبز البانيني بدون فرن على طريقتي، نتمنى يا ربي يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، اللي ما شاركش معايا يشترك، ولكم جزيل الشكر، تحياتي لكم. تابعوني باش تشوفوا الطريقه ديالي. الخبز البانيني تنحتاج 500 غرام ديال الدقيق، خميره فوريه، ملح، سكر، ماء دافئ، ملعقه زبده كبيره على حسب درجه المطبخ. وخليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال العجين. اول شيء تنحط الدقيق، تنحط من بعدها الخميره الفوريه، من بعد منها تنضيف الملح، ومن بعد تنضيف السكر. تنبدا نجمعهم مع بعضهم، تنبدا نضيف الماء تدريجيا، بعد ما جمعت صوبة العجينة نسيت ما ذكرتش حليب البودرة، ضفت عليها حليب البودرة. دابا من بعد تنضيف الزبدة، وتنبدا تنبدا ندخلها مع العجين. من بعد ما كملت العجين دخلت فيها الزبده، دابا نخليها نغطيها نخليها تختمر. البانيني تنحتاج ليها لحم مفروم، وبصل مفروم، فليفله، فلفله حمراء، تندير فلفله خضراء، زيت الزيتون، جبنة ديال الساندويتش، جبنة الساندويتش خاصة بالساندويتشات، الأوريغانو، الزعتر البري، والفلفل الأسود، والملح. نضع البصل، نضع فوق منه اللحم، تنضيف عليه التوابل، تنضيف الزيت البلدي، زيت زيتون حوالي ملعقة كبيرة، تنضيف عليه الفلفلة، فلفلة، تنوضعوها الفلفلة تنوضعوها طيب تساوي. تنخليوها حتى تتساوي بالأخير. الحشوة بعد ما كملتها هي هذه، كملت دابا الحشوة، هذا هو شكلها النهائي. العجينة ديالنا بعد ما اختمرت تنعاديو عليها، تنبدا نخرجها من الريح اللي فيها، تنحط الطحين من تحت، تنقد نكورها تنخليها تجي على شكل مساك طويل، تنقطع العجين، ومن بعد تنكورها كويرات. بعد ما كورتهم طلعوا لي ستة، بعد ما قطعتهم دابا غادي نبدا. من بعد تنبقى نطلق العجينة، هادي عجينة البانيني في البانيني بدون فرن، تجي كأنها كانت في الفرن. بعد ما سرحت العجين تنبدا نضيف عليها الحشوة اللي صوبت، من بعد تنضيف عليها جبنة الساندويتشات،
تنجمعها العجينة، تنقرصها هكا بيديا حتى تنكملها. بعد ما كملتها تنوضعها في آلة البانيني، من بعد تنحطها مباشرة في آلة البانيني وتنسد عليها وتنخليها تساوي. بعد ما وضعت هذيك تندوز للحضر الثانية نفس الطريقة، تنحط الحشوة وتنحط فوق منها الجبنة ديال الساندويتشات الخاصة بالساندويتشات، تنبدا نسكر عليها. تجيب في آلة البانيني يعني العجينة بدون فرن، تجي كأنها معجونة في الفرن. من بعد تنسكرها مزيان، بعد ما كملتهم تنسمر بنفس الطريقة، تنحطهم في البانيني هو تيجي كأنه في الفرن، تجي رائع. بعد ما قسمتها شو كتجي الحشوة من الداخل، تيجي كأنه في الفرن، تيجي جميل. إلى عجبكم ديروا لي لايك، واللي ما بشاركش معايا يشارك معايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. نتمنى يا رب تكونوا على خير وأحسن حال، وتضلوا دايما بخير يا رب. وتشكركم بزاف مرة أخرى، شكرا لكم كثيرا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.